جا باه يتمتع وجاو صحابه ومن بعد صرى له قريق هنايا. انا عندنا مده تاع الدجور واقفين ورانا نستناو في الحمايه المدنيه ان شاء الله يعملوا مجهودهم يجبدوا لنا الوليد ان شاء الله ونروحوا نقضوا صالحه ان شاء الله على ربي، وان شاء الله يصبر العائله عائله خويا والعائله تاع خويا راهي في السبيطار ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله ربي ثاني يهز عليها القبنه هذه. هذا بن عمنا هذا يا اللي طاح هنايا في البحر هذا يا جابه يتبحر وراهو طاح هنايا سفرينا وحنا قاعدين نستناو في بن عمنا وراك عارف والديه راهم في الدار راهم مقيوضين عليه وان كان حابين يشوفوا بنهم ويدفنوه باه تطفى الجمره اللي في قلبهم. ونتمناو للشباب الجزائري ان شاء الله ما يجيش في بلاصه كي من هذه. الشباب الجزائري نورمالمون تروحوا للبلاصه اللي كي تكون محروسه تكون محروسه مليح وكان عندها الامن عندها كذا. بلاصه كيما هذه سموها قتاله، هذه هنا لا رحت ما تزيدش تولي، هذه لا تروح بالعافيه حتى ويكون البحر كالم ما هيش بلاصه.